هنا شوفوا خبنا تحليلتي ما شاء الله عليه الزوب يا هيا بسم الله هيا صباح الخير عليكم صحة ربكم اهلا وشرك كيراكم قال لك لازم تروح للصحراء كيراكم البركه لاباس الله يسلمك الرئيس تعالى لاباس الله يحفظكم يعطيكم الصحة بخير يا على بالكم بلي ديما نجي عندكم في الصيام ولا لا؟ لا جي في رمضان بركة مليح تعرف علاه حتى تحسوا يعني واش راكم تعيشوا هنايا في الجنوب هنايا يا ودي نعيشوا يا ودي احنا الازمة رانا في الهروج يا ودي نعانوا ترسيتي ما كانش تحيا ودي معاناتي ودي واش نقول لك حياكم بلي وين تروح ودي ما كان والو الغداء والاخر كلش ما عندنا والو ومنها عندكم كاع الخير تاع سيدي بي الغاز البترول ما شاء الله الولاية إليزي ما شاء الله هذيك إليزي روحها دولة في حيدر الخير كل نتاعنا كل خير خير نتاعنا كل في حيدر وخلونا سامحين فيكم كاع ايه داروه كلش في حيدر داروه هنا في إليزي واش كاين نقول لك خير طلب هذا ما كان كل عام يبدل هذا يعاودوه كل خمس سنين يبدلوا والو كل ثلاث شهور كل خمس سنين كل خمس سنين يبدلوا كل ثلاث شهور كل ثلاث شهور خمس سنين حوسوا على الكنز المفقود هنا في الطريق هذا ما كان كنز مفقود هنا الكنز كنز مفقود هنا يحوسوا عليه برك هذا ما كان على بالكم باللي إليزي باعوها كاع على بالكم بها ولا لا؟ باعوا الجزائر هما اسبانيا 52.5% مع شركه ريبسول طاليان شركة إنال 27.5% وفرنسا غازوفوز 20% يعني إليزي 0% يعني الشعب الجزائري هنا في إليزي ما عنده والو أيوا صافي ما صار في استعمار مازال استعمار ليش 100% والله 100% كارثة على كارثة كارثة وكاع الخير تاع سيدي ربي راه كاين هنا في ولاية إليزي على بالنا على بالنا بترول الأخر كاع سيدي الفوق كاسينا حتى الفلاحة هنا فوق عندنا الفلاحة بس السلطة المركزية ماهمش يتفكروا فينا ماهمش دايرين اللي رانا موجودين باقي الوطن هنا معالم تعرف بها نهايه الحدود هذا ما كان فكرونا غير خرجوا غير في الكلور نتاعنا ولاتاي والتوارق معروفين بلاتاي والفلكلور والماكلة علهمش برك كي تحفى بهم احنا ما يخرجوهمش احنا يعني صوالح تاع الصح ما يهضروش كاع عليهم ما كاينش البترول ما يهضروش عليه السياحه برك هذاك الاخر المصانع نتاع البترول اللي راهم في الجنوب ما يهضروش عليهم المصانع اللي راهم هنا في البترول والكفاءات نتاع الجنوب ما يهضروش عليه ما يهضروش عليه احنا 50 سنه من الاستقلال هذا وين عطاونا وزير خطره هذا وين عطاونا وزير السياحه ومحاصريننا غير في وزاره السياحه برك ماشي يكون داروا وزير تاع الثقه تاع الصح تاع الغاز وتاع البترول احنا نورمال مو يديروا وزير الطاقه من هنا والله المديريه العامه نتاع سونط راك نورمال مو يديروها في الحاسي ماهيش دايرينها في حيدره كيفاه البترول كله راه في الصحراء وداير لي المديريه العامه في حيدره بارك الله رانا كنت الحق كنت الحق عندنا مهنين هنا عندنا جامعين عندنا اطاريين الله يبارك بالصحه ما كاين درك عندنا واحد 500 بوست 540 بوست اسمع لي ارواح ود البلاد ارواح يا ود البلاد ارواح نسلم عليك يا ودي لي زي ارواح السلام عليكم واش راك لاباس كي داير بخير هيا لاباس الحمد لله الله يحفظك خويا اي قولوا ما يخافوش قولوا ما يخافوش شو قول لهم ما يخافوش برك اهلا صباح الخير خويا لاباس خير هيا الحمد لله الله يحفظك شو الله يسلمك خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه لازم شوف لازم ما تخافوش انا نقول لكم كلمه الحق قول كلمه الحق فوالا كلمه الحق لازم بارك ما يخافش منها السكوت وعن حق شطان الاخلاص بارك الله فيك بارك الله فيك الله يبارك حتى الاطاريين شي مع شحال واحد قريب خرج من الصح ما كان والو تلقاه دخر دخر فيه اللي خدام تلقاه شاد اشو سكيلي دك عرقلون هكا واحد كيما ياسبي يقول لك مستوى ثانوي يفوت الاربي قال لك خبره 10 سنين بعث لك بوست مستحيل تاع تاع الاخرى يبعث لك بوست تاع جارديني جارديني يقول لك لازم هو خبره 10 سنين واحد ما كاجي 10 سنين خبره اكسبيرينس واحد ما كاجي في الارمي 4 سنين ولا 5 سنين يقول لك والو لازم تيرمينال ما كاش منها صافي كي يدخل شربيرو اشو السكيورتي راهم يديروا لكم في السابوتاج يعني يا ودي في التشغيل معاناه معاناه خير عليكم راكم دايرين معاناه ما كاش صباح الخير واش راكم لاباس خير غايه الحمد لله الله يحفظك الله يحفظك صحة ربكم كيف داير شبيبايا شوف الشبيبه تاع إليزي ما شاء الله الله يحفظكم صح سي مسعود حامي على إليزي قلت لك حاسين بسعود حامية يقول لك خلصوا تريسيتي خلصوا تريسيتي على بالك شحال هنا زوج ملاين هنا تجيك في تورة تاع تريسيتي زوج ملاين زوج ملاين والصين ما يخلص تحت الضب 60 درجة تحت الضب 60 درجة وكي ديروا بعد تخلصوا زوج ملاين كي ديروا كي ديروا بعد تخلصوا زوج ملاين كاين اللي يقعد طافي عليه تريسيتي شهر كاين اللي يقعد شهرين طافي عليه تريسيتي إذا البارح راك حارث ما كانش تريسيتي كاع جوال الثمانية بداوا بنا هذيك تاع القولات ديما كاينين
واش انا فلسي حتى في جانب تكب عليك انا 10 قطرات في النهار. يعني بلاد غانيه ما شاء الله فيها كل خير تاع سيدي ربي وسامحين فيكم يا بنات. بخير خويا واش راك؟ كي داير لاباس بخير؟ هيا الحمد لله الله يحفظك خويا يعطيك الصحه. الله يعافيك. هيا بسم الله. لا هو في حيدر ما لحقوش عليه. يعني كل شيء في الشمال يا استاذ كل شيء في الشمال. ياه ما يخلوك ما خلوكم والو هنايا. ياه يستفادوا الغاز والبترول هنا تاع ولايه اليزي ويخلوكم شويه تروطوارات لا ما كان والو حاجه خفيفه يخلوها لكم حاجه خفيفه ما كان كان حلو حاجه خفيفه ولا باس ما كان والو كان خفيفه ما كان جامعيين هاو جامعيين متخرجين خير الله يبارك صباح الخير شماري مازال مرحبا بك خويا الحمد لله يحفظك يعطيك الصحة بارك الله فيكم والله الحمد لله مرحبا بك فيليزيا بارك الله فيكم كي راني معاكم اليوم في شهر رمضان الحمد لله ورانا نتبعوا فيك يا خويا ملي ديماريت بارك الله فيك من الاخر يا خويا مرحبا بك يعطيكم الصحه بارك الله فيك وربي يكون في عونك في باقي المسيره امين ان شاء الله معاكم ان شاء الله معاكم ان شاء الله امين ان شاء الله اعطينا النظره تاعك يا الشاب جامعي هنا في اليزي والله واش نقول لك رانا نعانوا في صمت وخلاص رانا نعانوا من قله المناصب قله كل شيء الله غالب وصونا تراك هنا حدانا كالكو متر والله كالكو كيلومتر بصح ما كان والو ما يدوهاش كاع فيكم ولا كيفاه ما يخدموكمش ولا كيفاه والله يخدموا بالقوتا قوت كل قوتا قوتا كل عام كل ست شهور كل بالخبره يخدموا لك واحد زوج ويضمن منك خبره تاع 10 سنين واش ندير بها انا كان جات عندي خبره 10 سنين علاه نجي صونا تراك صح نخدم وين راني نكمل لازم تبدا يعني واحد كي يقرا كيخرج من الجامعه لازم يبدا يعطيك الصحه تفورميه صونا تراك تفورميه بارك الله فيك كاين عندك الاخرين المراكز تاع التكوين فورمي ما تضمنديش خبره تاع 10 سنين هكا والله والو راني غلط كم تلحق لا 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 كم تلحق ايه فورمي ما كان له تضمندي فيه 500 بوست درك ما جاوش ما بعثتهمش سون تراك راهم في الجزائر 545 واستقبلوكم ولا لا استقبلوكم فيه؟ استقبلوش سون تراك والله ما عطاوناش رد باين كي شغل باين زعما شغل حاجه رسميه 545 بوست مع التنسيق مع المعهد تاع اليابي تاع البترول انستيتيو تاع بومرداز تاع بومرداز يجيو يخدموا هنا؟ هي اللي اثرت والو صافي شغل انستيتيو هذيك هي اللي اثرت دارت التاثير تاع هذا الكونكور وفوتنا هذا اللي يابي علاه ما يديروش في الجنوب كيف يديروا في بومرداز؟ انا ما فهمتش هذا شوف يا خويا كيف البترول غاز في الجنوب ويديروا المدرسه تاع البترول في الشمال خاطر اولادهم ما يهزوش رواحهم ويجوا هنا احنا نورمال نروحوا عندهم يخافوا من الصحراء يقول لك الجمل يرعف تفضل تفضل مسؤولين نحن هنا في الجنوب ما عندناش مسؤولين محنكين عندنا مسؤولين اميين ما عندناش ناس قاريه تمثلنا يا ودي حتى كان واحد بصح ما شاء الله عندكم الناس عندهم كفاءات هنا في الجنوب ما شاء الله هذا ما يخلوناش ما يخلوناش على الشبيبه كيما هذو القاري ما يخلوهمش على ما يخلوهمش على ما يخلوهمش ما شاء الله ها هو كل يقول لك منه منه فهمونا يعني باش شاب جزائري ما يخلوهمش في الاخر كل في كل اداره ما يخلوهمش كان يا مسؤولين فهمتني مسؤولين مسؤولين انت برك واحد مسؤول من عهد فرنسا راه مسؤول فهمتني امي راك فاهمني فهمتك قصدي كلامي ليه امي من عاد فرنسا مسؤول هذه الاولى يجي واحد عنده جامعي خليك. خدام في مانيش عارف وين يعني راح قرا برا وجاء يجي باش يقدم روحه يدير له مشكل اولا يدير له مشكل امني يقول لي انت ارهابي ولا بيك ارهابي يكبروها يعني يكبروها ما يخلوش يطلع على جالواش الحزب الواحد ما كان والو يعني مازلنا في الحزب الواحد في الحزب الواحد في الاستعمار مازلنا في فرنسا فهمتني عندنا شباب ما شاء الله ما شاء الله قاري نشوفوا ما شاء الله ما يخلوهم انا مانيش قاري على كل حال مانيش قاري فاهم ما شاء الله كما والدي الله يرحمهم ما خلاص فهمونا عندك نظره بارك الله فيك مع صوت راك هذه بارك الله فيك مشكل مع الامبراطوريه تاع صوت راك البقره هذه شوف البقره حلو مهري كلش هنا بصح لي بوست ما كانش سمعتني كلش لهيه صباح الخير الساعة تزورنا لا في رمضان تاع ديما في رمضان اروح معنا اروح معنا اروح وكي تجي لصونا تراك في الجزائر باش يستقبلوك اوه يقول لك انت من الصحراء الغربيه ولا من مالي ولا كي يشوفك لابس كيما هاك ما يقولكش من الجزائري والو ما يقولكش من الجزائري كي يشوفك لابس كيما هاك اوه يقول لك انت من مالي ولا كاش نبيك هذه عنصر دخله في العنصريه هذه جهويه تفضل انت يسمى لك صحافي حر ولا جزائري نظام والله انت عواش جزائري سونسيال نحن بغينا المسؤول هذه الصوت نتاعنا هذا توصلوا نحن صون طراك ما عندناش معاه اشكاليه في المسؤولين تاعنا صون طراك ما يخلوش تجي اصلا
راك فاهمني؟ سون الطريق نورمال بترول تحت كراعي هنا كما قال كما قال في الاخرى فهمتني؟ تفضل تفضل. لا 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 الاشكاليه نحن رانا هنايا البترول تحت كراعي احنا ما كان والو. بترول والغاز عندكم كل شيء ما كان والو. هذه البلاد تطلع واش راه صاري؟ صباح الخير خويا. صباح الخير. كي داير؟ اهلا وسهلا. خير صافا لاباس بيان. لا لا راك اللايف راك الميساج راه يفوت خويا. راك فاهمني ذاك الاشكاليه نحن الصون الطريق ما بغينا فيها والو بغيناها تخدمنا. واش تخدمنا واش تخدمنا ما بغيناش تعطينا من عندها باسكو نورمال نورمال مو نحنا في الجنوب نخلصوا راكدين ما نخدموش لا لا ان شاء الله تخدموا الثروه اسمح لي لا لا باسكو شوف الثروه تحت رجلينا هنا فهمتني ما كان والو ما عندك حتى ابسط حاجه الظل ما كان شوف ولايه من 84 بلا بوطو نتاع تري ما الظل ما كانش هاك فرش اسمح كيما راك البارح هذه البوطو تخدمت البارح فهمتني ما كان والو فهمتك صباح الخير صح على بالي ما شاء الله الشغل والسكر لكن هذا بلا مزيه هذا كان ساكن بكري هو عند الرئيس في زريبان كان ساكن بلا مزيه والله غير معاه الرئيس ومن بعد درك البترول كاين كلش كاين رانا قاعدين في الشمس ما كان والو على الاقل يديرنا قوس برك قوس الرئيس كيحس بينا وزارنا هنا وكل شيء هذا شرف لنا كبير والله ايه شرف كبير هذا شرف لنا كي تاكيت معكم وفيكم هنايا انا بصح على بالي يجينا يحس بينا هذا هو الحمد لله بالشيء اللي رانا فيه مرحبا به احنا رانا دابا نهضروا على المشكل تاع ايليزي باش نسيبوا حلول ان شاء الله بارك الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله حلول المدابين اللي يجيبوهم المسؤولين مش كيما اللي صار كيما نقولوا في الاعلام وهذا الشيء شفت بعينك شوف ممكن في الاعلام راك تشوف كيما نقولوا نظره اخرى الناس تغطي يلا غالب ولكن اليوم راك تشوفها